السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لستم كابن دكاب؟ رابطكم في فيديو جديد، رابطكم في فرصة جديدة. الفيديو غادي يكون تقرير من نوع سوريا، غادي نتحدثوا فيه على تعرف العلوم الطبية باش تدوز الامتحان. وهذا الشيء على الدراجة النارية، يعني علوم الطبية بنكهة الدراجة النارية. إذن أول حاجة خاصكم تعرفوا بلي علوم الطبية كتنقسم إلى شقين. الشق الأول هو الشق يعني النظري، والشق الثاني هو الشق الطبيعي. بالنسبة للشق النظري كتبقى فيه داكشي ديال النظريات ديال البيداغوجيات ديال السيكولوجيا ديال المتعلمين، يعني كل ما هو نظري. أما الشق الطبيعي كتمثل يعني في الحوايج اللي هما تطبيقية، كتشطيس يعني الديباكسيك، كتشطيس وتدبير وتقويم إلى آخره. غادي نبداو بالشق النظري. الشق النظري أش خاصك تعرف فيه؟ خاصك تعرف فيه البيداغوجيات الحديثة. قبل ما نعرفو البيداغوجيات غادي نهضرو على المقاربات. المقاربات كاينين ثلاثة، المقاربة بالمحتوى، المقاربة يعني بالأهداف، ثم المقاربة بالكفايات. وباش قدامين حنا حاليا المقاربة بالكفايات، هذا الشيء خاصك تعرفو مزيان. وقبل هاد المقاربة بالكفايات كاينين البيداغوجيات، كاينين نظريات التعلم. غادي نهضرو على البيداغوجيات اللي هما يعني المهمين فيهم أكثر تداول. مثلا بيداغوجيات الخطأ، بيداغوجيات حل المشكلات، بيداغوجيات اللاعب، بيداغوجيات المشروع، بيداغوجيات التعاقد. هذو تقريبا هما اللي متداولين أكثر. إلا مشيت شي وحدة تروني. بالنسبة لبيداغوجيات الخطأ أشنو تقول لك؟ تقول لك بلي أن المتعلم عنده الحق يعني في الخطا، ما غاديش يعني ما غاديش تعاقبوا انت حيت جرى الخطا، حيت كتعتبر هذه البيداغوجيه ان الخطا وسيله للتعلم. هذه بالنسبه للبيداغوجيات الخطا. اما بالنسبه للبيداغوجيه الاخرى اللي هي بيداغوجيه اللعب، هي بدورها بحال بحال بيداغوجيه الخطا، كتاخذ اللعب وسيله للتعلم. يعني هذوك الالعاب اللي كيلعبوهم الاطفال يعني خاص تختار اللعبة، يعني ماشي غير جيو ولعب لعبة كيف ما كانت، عطيهم لعبة كيف ما كانت. يعني غادي تختار بحرف وغادي تعرف اشنو كتختار، باش من هادوك الالعاب اللي كيلعبو المتعلمين كيستافدو وكيتعلمو، كيتحقق لنا التعلم من خلال اللعب. هذه بيداغوجية اللعب. اما بيداغوجية المشروع، بيداغوجية المشروع من خلال الاسم ديالها فيها المشاريع. شنو هما المشاريع؟ هما لي بروجي اللي كتعطي للمتعلم. وكاينين بزاف ديال الانواع، كاين المشروع القسم، المشروع المؤسسة، مشروع المتعلم يعني المشروع الفردي، المشروع الاكاديمية الى اخره، كاين حتى مشروع الوزارة. ولكن اللي كيهمنا حنا هو مشروع المتعلم، يعني اللي غادي ياخذ المتعلم بوحدو. تيهمونا حتى الاخرين، ولكن اكثر اهتمام غادي تعطيه للمشروع اللي كتعطي للمتعلم بوحدو. علاش؟ باش يعزز ثقة النفس ديالو ويبحث ويعرف يقلب انت اشنو غادي دير. غادي توجد ليه غير المراجع، انا غتعطيه المراجع اللي غادي يخدم بهم، وبالتالي هو غادي يبحث ويوجد ليك البروجي اللي عطيتيه انت. وهكا اي مجهود قام به خاصك انت يعني تتمن هذاك المجهود اللي عطاك اللي خدم به، يعني هذاك الشيء اللي دار. واخا تشوفوا انت راه ماشي شي حاجه اللي دار، ولكن كل ما يعني شجعتيه في هذاك الشيء اللي كيدير، ويعني
يعني وقومتيه باش يمشي في الطريق الصحيح، كل ما كيمشي وكيقدم اكثر فاكثر، وهذا الشيء اللي بغينا نعرفه. اما بيداغوجيا التعاقد فهو واحد التعاقد اللي كدير بينك وبين المتعلم، يعني كتخدموا به طيله السنه طيله الموسم الدراسي. هذا العقد هذا كديروا فيه مجموعه من الفصول او البنود اللي ممكن تخدموا بهم طيله الفصل الدراسي. هذا هو بيداغوجيا التعاقد. دابا نمشيو للنظريات. نظريات التعلم كاينين تاهما فيهم بزاف ديال النظريات. كاين النظريه الجستالتيه، كاين النظريه البنائيه السوسيو بنائيه، النظريه السلوكيه، كاينين بزاف، ولكن المهمين فيهم هما هادو اللي قلت لكم. بالنسبه للنظريه الجستالتيه ما بقيناش خدامين بها حاليا. علاش؟ حيت اش تقول هي تقول النظريه الجستالتيه تقسيم يعني لكل، كنبداو من الكل الى الجزء. شنو هو الكل الى الجزء؟ مثلا في اللغه العربيه كناخذوا مثلا كناخذوا النص، وبالتالي كنخرجوا من النص القراءي كنخرجوا جمله، ومن الجمله كنخرجوا كلمه، ومن الكلمه كنخرجوا حرف اللي بغينا نقدموا للمتعلم. لقاوها ما خداماش في المغرب، ولا خدامه في دول اخرى، ولكن في المغرب ما خداماش. وبالتالي حاليا اللي خدامه هي البنائيه. النظريه البنائيه باش خدامين حاليا هي تتنطلق العكس ديال الجستالتي، كتنطلق من الحرف نحو النص، تتعلم تتقدم حرف، ومن بعد كتقدم كلمه كديرو بكلمه، ومن بعد كديرو بجمله، ومن بعد كديرو في النص. تقريبا هذا الشيء باش خدامين حاليا. وبالنسبه للنظريه السوسيو بنائيه راه كتعلق بالبنائيه من خلال الاسم ديالها السوسيو بنائيه، يعني من الجانب الاجتماعي. النظريه البنائيه من الجانب الاجتماعي. كل
واش عجباتكم واش ما عجباتكمش الى اخره.